سيمتر وهو 4 مينوت من لعبه بشتوفه يحط سيمتر وهو يحط لي قال شنو من السونتر 50 متر الاخر دو بام الكره جوج هو اللي يحكم غادي حط سيمتر جاي يجري حتى هو كورنير قلت له يا خويا شنو اللعبه دي معناتها ما بالحقش ايام الاخر الناس كل كونتر الاسبيرونس التحكيم كل كونتر الاسبيرونس الناس كل تتكلم الناس تخلي في ماتشات وتتكلم على الاسبيرونس ما تراش هي عدم لعبيه في قيمه ترجع لتونسي كانوا ينساو التحكيم على الاقل شوف ما تنجمش تنسى التحكيم لا ما تنجمش تحكي تنسى التحكيم تنسى التحكيم في 20 مباراه ما تنساش ديما ديما ولا هذوما ديما في كل مقابله عندنا برشا من هما يعملوا لنا هكا سي با نورمال يا اخي شنو مشكلتهم خاطر نحن نهزوا في تترويات معناتها نهزوا في تترويات لبرا ولا في تونس قاعدين نشرفوا في تونس نحن دونك عيب الشيء اللي قاعد يصير بالحق خليها عطي الناس حقها وكاو معناتها فهمتني هذاك اللي طالبه اخر سؤال مجدي بترجع لسوسه المره هذه ذاك المكتب طلع مع الترجي بعد الخساره رجع سوسه عندنا جمعيه معناتها ظهر لي دو كاليتي المع بي كل يكونوا حاضرين ظهر لي ليفيكتيف ريش ان شاء الله قلت ربي عندنا رجال ونجيبوها ان شاء الله.